صباح الخير، صباح الفل. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ باذن الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وبسيط واكله جميله جدا كلنا بنحبها، وهي الشيش طاووق. الشيش طاووق هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وسريعه، ما بتاخدش وقت معانا. طيب هنشوف مكوناته ايه. اول حاجه عندنا ممكن الشيش طاووق تعمل بصدور الفراخ، ما فيش اي مشكله فيه، بس اصل الشيش طاووق هو الوراك، بيبقى اطرى من الصدور. لكن اللي عنده صدور وحابب يعمله بصدور ما فيش مشكله طبعا، يتعمل ويطلع جميل وحلو جدا بالطريقه والمكونات اللي احنا نقول عليها، بس يفضل الوراك زي ما احنا قلنا، بتبقى ايه الملمس بتاعها والطعم تبقى اطرى. طيب بنجيب وراك اهو وبنقطعها مكعبات صغيره زي ما احنا شايفين، ماشي، وطبعا غسلينها بالملح والخل، ميه وملح وخل، تغسليها مره واتنين، وبعد كده بتصفيها. نشوف بقى المكونات مع بعض بتاعت الشيش طاووق. اول حاجه عندنا زبادي، هناخد منها ايه، هنبدا كده المكونات مع بعض واحده واحده. اول حاجه ده نص كيلو من الوراك، بتقطع مكعبات صغيره، نص كيلو. حابه تحط كيلو مفيش مشكله، 2 كيلو براحتك، الكمية اللي انت حباه، حابة تحطي اي كمية دي ما فيهاش مشكلة حسب عدد افراد اسرتك. انا ده كده نص كيلو. طيب على نص كيلو ده هحط ايه؟ هنحط 2 معلقة كبار من الزبادي اهو. انا هحط الايه، العلبة كلها، ده ايه العلبة كلها احسن، دول طلعوا بتاعي 2.5 معلقة كده، 2.5 معلقة من الزبادي حطيتها ايه كلها. طيب عندنا هنا كده ايه، دي نص ليمونة، نحط عليها نص من الليمونة اهو. طيب ايه التوابل بتاعتنا؟ التوابل عندنا هنحط نص معلقة من الملح، وهنا نص معلقة من التوم باودر والبصل باودر، ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل، وهنا معلقة من 7 بهارات، وهنا نص معلقة من الشطة للي حابب. ادي المكونات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا ايه الحلوة اللي هتخلي طعمها تحفة. ادي اهو. طيب وهنحط هنا صويا صوص. صويا صوص ده الغامق، بتحط منه ايه بتاع 2 معلقة كده، كده مثلا 2 معلقة من الصويا صوص. وهنا ده زيت الذرة، هنحط منه بتاع برضو ايه 2 معلقة، ادي كده شوية كده اهو، يعني قيمة 2 معلقة من الزيت. طيب كده حطينا 2 معلقة، شايفين الخلطة بتاعتنا شكلها تحفة ازاي، حاجة روعة. طيب نخلطها كده اهو مع بعض اهو. كده خلطناها كويس ونسيبها في التتبيلة دي. بص هو يفضل ان هي تتساب من بالليل لحد الصبح، في التتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي تتساب من بالليل لحد الصبح. طب افرض انا مستعجلة عليها وعايزة اعملها دلوقتي، جاني حد على غفلة وعايزة اعملها او هعملها لاولادي حالا، اعمل ايه؟ على الاقل نص ساعة تتساب كده في التلاجة، تغطيها بفويل، تغطيها بورق اللي هو الاسترتش، تغطيها بأي حاجة، المهم نص ساعة هتبقى في التلاجة عشان تتشرب من التتبيلة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طيب هنسيبها دلوقتي نص ساعة، وهنرجع بعد النص ساعة نشوف هنعمل ايه فيها. كده سيبنا الفراخ نص ساعة في التلاجة بالتتبيلة اللي احنا عملناها من شوية. بصوا كده حبايبي، ده العيدان مفروض ان احنا تتنقع في المية السخنة نص ساعة. ليه نص ساعة؟ علشان لما تتحط في الفرن او تتحط على الشواية او تدخل النار او تتحط جوه الفرن في اي شكل من الاشكال زي ما احنا هنعملها، ما تتحرقش معانا، فالمفروض تتحط نص ساعة في مية سخنة. طيب نمسك العيدان بتاعت الشيش كده، و اهو كده نبدأ اهو
كده. طبعا هنا معايا قطعت بصل وفلفل اخضر وطماطم، طبعا عندك فلفل الوان براحتك. ادي كده بنحط من الشيش كده الفراخ، وبعد كده ادي بصلايه وادي طماطم وادي فلفل، قطعوه مكعبات مربعات زي ما يكون يعني الحلقات زي كده، البصل يعني التقطيع اهي تبقى كده. بصوا نرجع تاني اهي، ناخد قطعة تاني كده اهو اهي، و تتحط كده ماشي اهو كده عشان بس ماتقعش كده. ونرجع نحط فلفل الوان او فلفل اصفر احمر اخضر الموجود معايا كده، وادي الطماطم. نرجع تاني اهو، نرجع تاني نحط من قطع الفراخ اهو بصلايه، وادي فلفل، وادي الطماطم. نرجع تاني برضو اهي كده، حته من الفراخ قطعه من الفراخ كده، وبعد كده طماطم، وادي بصل والفلفل بالشكل ده، بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، الفراخ ووراها حته من البصل والطماطم والفلفل. عندي فلفل الوان ماشي، ما عنديش فلفل اخضر الموجود. بصوا حبايبي، ودي معايا دي صينيه اللي هي بتتباع جاهزه عند اللي هو بتاع الفويل والاطباق اللي هي بتاعت الاعياد ميلاد والكلام ده، الصواني اللي هي دي، او الصواني اللي هي التيفال المونيوم، اي حاجه بتدخل الفرن. انا هعملها هنا كده، وهمسك واحد تاني وهعمله بالشكل ده اهو. ادي فراخ الطماطم والبصل والفلفل، عشان ما اخدش وقتكم هعمل الاسياخ دي ونرجع نكمل مع بعض تاني. وادي كده السيخ الاخير معانا. بص حبايبي، حطينا برضو الفراخ والبصل والطماطم وفلفل كده اهو، ده اخر واحد معانا اهو. نحط له مثلا كده من البصل والفلفل، وادي كده الطماطم اهو ماشي. طبعا احنا وبنحط الاسياخ زي كده مشغلين الفرن عشان يتحط في فرن ايه، تكون ايه سخنه ما تكونش بارده اهو كده يا حبيبي. كده خلاص الايه السيخ معانا خلص. لو حته مثلا كبيره زي كده هيحطوها كده على مرتين في السيخ، تحس بقى ايه ملمومه كده من الصينيه. ادي اهو جربوا الخلطه دي يا جماعه، هتلاقوها صدقوني بامانه تحفه تحفه تحفه. بس زي ما انا قلت لكم الافضل تسمم بالليل، بس يعني الظروف ما سمحتش تسمم بالليل مفيش مشكله اهو، يتساب على الاقل نص ساعه. بعد كده شكلها نعمل سيخ تاني. طيب نعمل كده اخر واحد خلاص كده اهي، دي كبيرة فهنحطها مرتين كده في السيخ ماشي. وادي نحط البصل كده، نظبط التظبيطات بتاعتنا دي، الفرن بتاعتنا شغالة ماشي. كده هنحطها في الفرن زي ما انا قلت لكم
الفرن هنشوف هنعمل ايه. كده خلاص السيخ بتاعنا خلص، يلا كده مع بعض نحطها في الفرن. وده هو حلوين، الشيش طاووق بتاعنا طلع من الفرن، حطيناه بالشكل ده زي ما احنا عملناه وحطيناه مع بعض في الفرن، وده هو لسه خارج سخن. بصوا حبايبي، في تكايه كده طبعا هي اللي هي بتاعت الفحم، بتجيبي ورق فويل وتحطي فيه فحميه، ومجرد ما تولع الفحمه دي بتحطي نقطتين زيت وبتغطيها، ماشي؟ او مش مشكله، لا مش بتغطيها من غير غطا طبعا سوري ولا حاجه، لا بتسيبي البخار كله وده فوقيه الشيش طاووق، بتغطي الشيش طاووق بالفحميه كلها. الحركه دي والتكايه دي بتديكي الطعم الشوي للشيش طاووق، بس انا مش بحبها الصراحه. ليه؟ علشان انا كنت حد يعني قبل كده قال قدامي ان اللي هقول لكم على المعلومه والله اعلم صح ولا غلط، بس انا من وقتها يعني اتشككت فما رضيتش ان انا اعملها. بيقول لك ان البخار او الدخان اللي بتطلع، الدخان اللي بيطلع من الفحميه دي معرفش محمل بحاجه كده ضاره بالاكل، عشان اكون صريحه معاكم يعني ما اكذبش عليكم، ده اللي انا سمعته، فدي بتبقى بتاثر على الاكل، فمن وقتها وانا ما حبيتش اعملها. فاللي حابب يعملها ومش مقتنع بيها او ما يعرفهاش او ما مش كده يعني مش عايز ما يعملهاش التكايه دي، خلاص ما فيش مشكله يعملها، لو حابب يعملها يعملها، انا مش حابه اعملها في الاكل بتاعي. ده هو عندنا كده، وهنحط الايه زي ما احنا قلنا الشيش طاووق كده قدامنا سخن، ماشي؟ سخن هو كده، نخرجه كده اهو. ده هو يا حبايبي اهو، ده زي ما احنا قلنا نص كيلو، ده هو كده خرج معانا بالشكل الجميل ده، ريحته تحفه خرافه اهو، شايفين اهو يا جماعه، حاجه جميله جدا الصراحه. وعايزه اقول لكم التتبيله دي لو سبتها بالليل هتبقى كمان احلى واحلى. انا علشان كنت مستعجله عملتها سبتها نص ساعه. ده هو يا جماعه معانا الشيش طاووق، يا رب يكون سهل بالنسبه لكم وعجبكم بالخلطه والتتبيله التحفه دي، اعملوها وسيبوها من بالليل هتلاقوا حاجه روعه. وهو برضو على كده حاجه جميله جدا وطري معانا اهو، شايفين؟ شايفين هو مش عايزه ايه عشان سخن، طري جدا وتحفه وريحته خرافه. بألف هنا وشفا، اتفضلوا معانا ويا ريت تجربوه، وان شاء الله الطريقه تعجبكم. مع السلامه.